السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم من منطقه السيديه وبالخصوص الشارع التجاري. راح نشوف وضع المنطقه وكذلك المحلات، بما انه الشارع هو تجاري راح نشوف ايضا وضع الحركه الاقتصاديه والتجاريه. خليك. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ بخير. بدك كتب ودفاتر، شنو الموضوع؟ والله كنت يم المعهد. ايه تياصف؟ ثاني متوسط. عافيه. وداخل خصوصي؟ ايه. تعال افتر لي ايش باوي عليه. زين، بمن يا ماده جاي تدرس؟ كم ماده تدرس؟ ماده واحده ورياضيات. ما انت دور ثاني؟ اي. ايش قد طلعت بالرياضيات؟ 38. 38 وهيك بيها صفنه؟ ايه. ليش هي 38؟ انت مبين بعدك يعني شاطر. بليلة الامتحان ما قريت. ليش ما قريت؟ بطني قامت توجعني لين ليلة الامتحان. خوف؟ زين وباقي الامتحانات ما خفت؟ بس بالرياضيات؟ اصلا ما كنت متوقع اطلع بي. ليش؟ توقعت اطلع بالفيزياء، توقعت اطلع بال زين. اعترضت؟ قدمت اعتراض؟ ما قدمت اعتراض؟ بس جاي تدرس خصوصي؟ ها؟ جاي تدرس خصوصي؟ اي. مسولف ليش قد جاي ياخذون خصوصي؟ وبالضبط يا محل انت مسجل. اقرا نو ام شانستي خوش. اي بيش داخل على الدرس؟ الدرس 280 210 280. اي الكتاب كله نهايه سنه، يعني سنه كامله تدرس على الكتاب 410. الله اكبر. زين انت هسه من تروح بالمدرسه مالتك الحكوميه، انت حكومي ولا اهلي؟ حكومي. اي زين من تروح المدرس او المعلم الموجود اللي عندكم ما يوصل لك الماده، ما يشرح لك؟ لا مو ما يوصل، يشرح زين وعادي. المشكله بيكم انتم طلاب. المشكله بيكم. اي إيه يعني هسه انت داخل خصوصي، المشكله بيك. اي جاي تقوي نفسك. اي وجاي تستوعب على خصوصي ولا؟ اي. ايش كم طالب وياك بس بالرياضيات؟ طالبه واحده بس انت وياها خصوص. اي بس يحكي البقيه ايش قد؟ ايش قد البقيه؟ كوما. مو بمدرستك، بالمعهد الجاي درس. اي هو بالمعهد. بالمعهد يعدون مدرسه كامله. هسه شايل حيلك انت؟ اي يلا هيدك شيل حيلك. اوكي وتنجح. يلا شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم، وايضا هو موضوع المعاهد والمدارس الاهليه، هذا اذا اردنا نفتح هذا الموضوع ونحكي به فاعتقد يومين او ثلاثه ما راح نكمل، على اعتبار اليوم اغلب وجل المدرسين والمعلمين يعني جاي يمارسون الجشع بطريقه او باخرى مع الطلاب. بعض المدرسين ما يوصل الماده متقصد، وبعضهم يجبر الطالب انه اذا ما تجي تدرس يمي، يعني هو جاي يدرس الصبح ويجبره ايضا ثاني يوم او العصر يجي يمه يدرس خصوصي يعطي نفس الماده، واذا ما اجى فلا راح يكون زين وياه ولا راح يوصل له الماده الا يدرس خصوص. متواصلين وياكم؟ خليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. شلون اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. احنا اللي عرفناك انت ابو عقاري. نعم. ودخلت متقصد انا. نعم. على اعتبار احنا اليوم العراق جاي يشهد حاله من الارتفاع. نعم. بالدور السكنيه او بالعقاري بشكل عام، سواء كان تجاري او سكني. نعم. ارتفاع مخيف ما صاير هيك، يمكن نعم. احنا حاليا اغلى عقاري بالعالم. صحيح. صح لو مو صح؟ صحيح. شنو الاسباب؟ الاسباب عديده. من ضمنها السبب الأول هو ارتفاع سعر الدولار. هذا النقطة الأولى. النقطة الأولى. تمام. والنقطة الثانية
من بعد كورونا بدأ العقار يصعد بدون معرفة السبب. من بعد كورونا لو فترة كورونا. فترة كورونا. بدأ يصعد تدريجي. متزامن مع يعني متزامن مع ارتفاع الدولار. نعم. يعني 32 كان سبب ما ليش دا أقول لك أكثر من سبب أو كل ارتفاع السعر. زين. تلافى موضوع استقرار الأمني. استقرار الأمني بالمناطق. بعض المناطق بدأت ينخفض عندها سعر العقار. نعم. وبعض المناطق بدأ سعرها يصعد. يعني كل ما يستقر الأمن يرتفع الأسعار الدور السكنية. والسبب الرابع والسبب الرابع إنه المسؤولين ما كانوا يعني يشترون داخل العراق. خارج العراق. أي خارج العراق. بيروت بالتحديد. أي. لبنان. أي أدري بها. ايه بس صار الانفجار هذا الاخير. ايه الانفجار الاخير هو صار تشدد من ناحيه البنك المركزي، يعني كثير شغلات اللي خلتهم يحصلون يشترون عمارات يشترون هنا بالعراق. ايه بالعراق. زين. وهذا كله ويبقى السعر حسب الموقع. زين هسه انت ذكرت جملة. نعم. من الأسباب اكو. نعم. نقطة يمكن نسيتها. شنو هي؟ موضوع المصارف العقارية. المصارف هاي هم أثرت. هي أثرت مو ما أثرت. نعم. يعني هي سوت حافز في شراء العقار. سوت حافز. حافز. بس مو سبب رئيسي بارتفاع. لا 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 مو سبب رئيسي، لأنه المصرف الرافد يعني بنعطي 150 مليون ويفرض عليه فوائد عالية، يعني هذا مو بصالح المواطن ولا بصالح الموظف. إضافة أن المجمعات السكنية الهدف مالها كان تجاري. لا العفو. الهدف كان استثماري ولصالح المواطن ولصالح ذوي الدخل المحدود. ولكن سابقا هاي. هي اساسا الفكره هاي كانت. اساس الفكره هي. إيه بس احتالوا عليها. فاصبحت موضوع الشركات الاستثماريه يستحوذون على بس اسعار جهنميه. إيه هسه المجمعات السكنيه. إيه يعني هسه اجيب لك مثلا مجمع مسمايه لذوي الدخل المحدود. لذوي الدخل المحدود. في حين بقيه المجمعات الان تجاريه مو لذوي. هسه ولو انا خلي احكي لك بمنطقتك هذا. إيه؟ مجمع السيديه السكني. السكني. هذا بيش هسه الشقه مالته؟ هذا مو حسب مساحات، اكو كان 150. زين. اكو 250. نعم. اي حسب الاسعار. 250 مليون؟ اي 250 مليون. شقه. اي اي. انتقام. اي. انت مقتنع؟ وهس لا لا لا. هسه قصر لك بالعقار. انا بحدود 17 سنه. 17 سنه، مقتنع بهاي الاسعار بالعراق؟ لا 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 هي اسعار خياليه خلينا نعتبرها. لو احنا بالتالي اليوم بغداد اذا تجي تشوفها. أي. ما عندنا خدمات، مثلا لا شوارع لا جسور لا طرق، وبالتالي اليوم حتى مستشفيات ما موجود. هسه مستشفى بالسيديه ما موجود حكومه. صحيح. وين اقرب مستشفى؟ اكو مستوصف عندنا. اريد مستشفى طوارئ. لا وين اقرب شيء؟ بس اليرموك. لليرموك. أي. يعني من هنا لليرموك ايش قد المسافه؟ هواي. فماكو هيك منطق يعني بهذا ارتفاع الاسعار. اكو موضوع اخر لارتفاع الاسعار يعني وهم سبب مهم اللي هو انه الحكومه او ما وزعت اراضي. فعلا. يعني سابقا الموظف عن طريق جمعيات المحامين المعلمين كذا يوزعون لهم مجموعه اراضي. زين. هاي تخفف من وطأة الاسعار. صح. في حين ان هاي القضيه انه العزوف عن توزيع الاراضي. نعم. واساسا جمعيات شبه معدومه عندنا. صحيح. زين هاي هم اثرت. فايش صار؟ صار الـ 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 الاب ملزم انه يقطع لأبنائه، يقطع بيته إلى أجزاء لأجل أن يسكن ولده. ولد. وبالدليل إحنا اليوم بدينا نفتقد هاي البيوت اللي بيها حديقة. ماكو. مو صحيح. هاي ماكو حدائق. يعني هاي السيدية. صار المواطن حديقة. إي صح. يعني هذا هاي السيدية بحد ذاتها كانت نموذج للسكن بصراحة. إيش قد هي أساس القطع مالتها؟ الأساس 800 وألف. 800 وألف. حتى مو جانب هذا الجانب الأيمن هو. بحدود الألف. ألف. أي. متر. ألف متر. يعني أسر 500 متر هنا عليها ضريبة. والاقتصادية هي كلها عليها ضريبة. لأن مقسمة. لا 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 لا. هي هسه أنا أرجع لك. يعني سند مشترك غير. أكو سند مستقل مفرز. أكو سند
أبو المفروز منه هذا المفروز أبو الألف بس أو لا أبو الألف آه. يعني حد الميتين المفروز حد الميتين إيه حد بس الميتين على أساس أنه يكون 8 × 25 يعني نزال. معدل معدل لا الواجهة 8 × 25 نزال 25 ذاك الوقت يصبح عنده إلى حق يعني هاي شروط البلدية نعم. يعني نعم. مو شروطنا بس يبقى المشاع هو يشكل للمجتمع بعدين يشكل مشكلة ليش ها مشكلة موضوع المشاع يعني ورا فترة هو شنو المشاع عفوا المشاع انه قطعة ارض نعم. يبنون مثلا 300 يبنون بها ثلاث بيوت فتصبح على 100 هذا مشاع يسموه مشاع فهذا المشاع شي يكون في حالة اختلاف أي عائلة كانت عن طريق الورثة نفرض نعم. واختلفوا بيناتهم فيقدمون إزالة الشيوع للمحكمة فيبيعون فمن يبيع المية متر مالته نعم. ليش يسموا إزالة الشيوع لأنه يعني حيبيع كل القطع يعني قطعتين أو دارين أو المشتملين المجاورة على حق يبيعها لا مو إلى حق هو يبيعها لا وإنما المحكمة تزيد شيوعها حلو. لذلك لما احيانا يجيني مثلا مشتري باع بيته هو ما باع بيته بالكرادة وانما المحكمه باعته فاجى هنا شي يدور بيت مفرز قلت له ليش قال لي انا بيتي ما بايعاني المحكمه باعته لانه شيوع يعني موضوع الشيوع زي من باعته المحكمه انطوا فلوس له انطوا فلوس بس مو على والسعر سعر السوق لو بسعر الدوله لا بسعر بين السوق وبين الدوله يعني هم يوازون هذا الموضوع زي. اضافه انهم موضوع يعني هم دي يحلوا العشوائيات يعني موضوع ما تنحل هاي العشوائيات اي لا هي هاي الاراضي الزراعيه دي يقسموها على 100 و75 هي هاي اصلا ارض زراعيه هاي ما ممكن انت تجي سكنت حجي إيه؟ آلاف العوائل إيه؟ 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 سكنت مو الناس اعتمدت على نفسين الدولة ما وفرت مو إيه وهذا السبب يعني أنت عندك مثلا بده أنا 2500 متر نعم. إذا على 100 125 صح الخمسة وعشرين المالك يعني خلينا نقول عليهم يعني كثير من ضمنها مال إزالة الشيوع نعم. وبعدين هذا موضوع الأراضي الزراعية هي عن طريق المحكمة يعني محكمة وقرار ضمانها يعني يكون شو يعني معدوم في حال إذا كان زراعي صرف يعني مو قطاعي أو إصلاح العفو هو مو قطاعي هو إصلاحي بس اسمحني هي الزراعي تقسم إلى أقسام نعم الزراعي الملك صرف نعم والزراعي اللسمة يسموه مفوض بالطابو وزراعي بالعقد حلو وهم ياخذوا اكثر المفوض بالطابو يعني يقصد باللزمة نعم نشوفهم بالبعيثات هنا عندنا بالبعيثة بالدورة هنا عندك بالدورة اضافة الديوان هنا صح. ورانا بالسيدية بالسيدية لا يمتل اسود هناك زين فهاي كلها هسه احنا اليوم اذا اردنا نتحدث أي. عن اسعار السيديه السكن بيش المتر والتجاري بيش المتر التجاري حسب الموقع يعني مثلا التجاري الاقتصاديين هاي المنطقه يسمونها اقتصاديين اي يتراوح السنتر بين 90 إلى 80 ورقه الضباط شارع الخيزران نعم يتراوح بين 50 إلى 60 زين والبيوت هنا البيوت صعدت بالفترة الأخيرة صعدت أكثر يعني المتر ال 800 كانت مثلا المتر 850 ألف هاي سنة 850 هاي العام العام زين 850 900 الآن 1,200,000 يا الله أكبر إيش صعد لذلك ما نقدر نشتغل يعني اللي عنده 400-500 مليون ما يقدر يشتري له 100 لا 100 ب 400 مليون يا دوب يشتريها ب 100 اي 100 هذا الموضوع اثر عليكم اي اثر علينا بشكل كبير اي بشكل كبير واثر على المقاولين اثر على المقاولين لان المقاولين ماكو عندهم سيوله اللي تخليهم يبيعون ويشترون لذلك اتجهوا للزراعه
خاصة بالسيدية ولا غير السيدية. زين عمو بايل، هذا المواطن الفقير شو وقت يشتري بيته ذا المية باربعمية؟ هذا بالمشمش. بالمشمش. فحقها الناس تروح للعشوائيات وحقها الناس تروح العشوائيات. وأنا أقترح أنه بما يكملون مجمع بسوائل اللي هو يعني من متطلبات الشعب بصراحة. من ذوي الدخل المحدود، إضافة أنه من ما يكفي بسماي، ما يكفي كثافة سكانية عندنا هائلة، ما يخال بس عندنا مجمع بسماي آخر يكون قريب على المحمودية. مجمعات مجمع بس على شرط، على شرط مو تجاري. مو تجاري يعني هاي مهم جدا، هذا حكومي. أي حكومي وتشرف عليه الدولة، وبذلك الوقت نقدر نستطيع نحل جزء من أزمة السكان. شكرا جزيلا عم. أهلا وسهلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي اليوم يعني إذا أردنا نتحدث بموضوع العقار، جملة من الأسباب اللي موجودة لطرح الحاج بلوي بخصوص ارتفاع العقار، وأيضا أنه اليوم المواطن إذا أراد يشتري 400 عفوا إذا أراد يشتري 100 متر، و 100 متر مو مساحة كافية، يعني أعتقد اليوم العائلة تحتاج أقل شيء فد مساحة 200 متر يا دوب حديقة وكذا. فالناس بدأت تتنازل على هذا الموضوع، تدور 50 تدور 60 متر في سبيل تقعد، وبالتالي اليوم هي حتى 50 متر و 60 متر توصل أسعارها خيالية ب 250 مليون 300 مليون، ولغاية الآن وصار سنوات الحكومة هي قاعدة رجل على رجل وتباوع على الشعب وكل شيء ما مسوي، لا بس ما ينحلت وضعيتها، لا العقار سيطرتوا عليه، لا العشوائيات رتبتوها، لا الزراعيات، لا العشوائيات، لا الخدمات بنفس الوقت، وإحنا داردنا نتحدث عفوا عن الخدمات. فاليوم جانب الكرخ الأولى والثانية يمكن مستشفى واحد منهم اللي هو مستشفى اليرموك، يعني السيدية هسه من واحد هم يسأل يقول ليش غالي، لازم يمها مستشفى، لازم يمها مدارس حكومية هواي. فاليوم هسه أنا شفت يعني هنا هذا المربع فقط مدارس أهلية بموجودة ومستوصف ومستشفيات أهلية، بينما الحكوميات مدارس محسوبة على عد الأصابع والمستشفى مستشفى واحد. متواصلين وياكم، خليكم معنا. السلام عليكم. سلام حبيبي، حياك الله. خلنا نعرف الاسم بالبداية. ماهر أحمد. ماهر أحمد حبيب. وانت حبيب ماهر. ماهر طرقاع هنا وايدكم ماهر. واي ماهر بالمنطقة. شلونك ماهر؟ الله يحفظك حبيبي. محلك مال ايش؟ مال تليفونات موبايلات. شنو وضع السوق بالله سولف لي؟ والله السوق مو مثل قبل. من يانا قبل يعني حتى الشارع ما بي عالم، هاي الناس قليل. والله قبل كان السوق يعني قوي حركة، ما لحق نوقف برا زين، هسه قاضي واقفين بالباب. ليش؟ ماكو حركة، سوق ماكو، تعبان. يعني شنو الأسباب اللي خلت السوق هيك؟ والله تعرف انت، مظاهرات، كورونا، الدولار صعد، هواي يعني هواي امور اختلفت. زين. اي هواي اختلفت امور. ايجاراتكم وبيع شنو؟ ايجاراتنا غاليه. يعني 15 ورقه. 15 ورقه ايه. وسوق ماكو مفتح، عم عزل اروح البيت. اي مو قبل من كان السوق متعلمين احنا شيء شيء شيء، هسه لا. هسه خساره لو سد بسد. سد بسد. سد بسد. اي هم يعني اليوم سد بسد. باليوم ايش قد يحتاج لك ويل الكهرباء والعام؟ 100,000 لازم طبعا. هاي 100,000 خليها على صف ايجار، كهرباء، مصرف، لو سد لو ما سد حسب. متزوج انت؟ اي متزوج. والله ثلاث اربعة ما بس لا متزوج. لا لا هاي الحلقه مزحه ماهر. لا بعده بعده خاطب؟ يريد يتزوج بس ما نخليه. انا مقتنع والله. واصل بي حتى شعره واقع. اي والله شو تسوي؟ زين سولف لي وضع الشاب العراقي اليوم متزوج ويد شغل، اعطيني تجربتك انت هسه وي هاي الظروف. وهاي الظروف عندك اطفال الله يخليهم؟ اي عندي ثلاثه الله يخليهم لك. الله على هاي الظروف وعلى هاي العيشه شلون يعني مسلكها؟ شلون والله يعني صعبه صراحه يعني. غير يعني صعبه العيشه، اكثر الشباب جاي يطلعون خارج العراق زين يروح الغير دوله، يوفرون له راتب، يوفرون له سكن. هسه احنا اكثر شبابنا شوف ولدي يتزوج بس مشكلته بالسكن ما يقدر. بالسكن يعني حتى اذا يشتغل قبل شوي كنا نحكي بالسكن. اي حتى اذا راتبه ايش قد مثلا 700,000 ما يلحق. زين. اي ايش قد يحتاج ذا واحد بالشهر؟ اقل شيء يحتاج له اذا وراه ايجار ما عدا سكن يراد له فد 1.5 مليون. ايجار؟ انا ايجاري. ايجار ايش قد ايجار؟ 500. ايجارك 500. اي والمحل 15 ورقه. اي مو؟ اي والاطفال الله يخليهم ثلاثه. اطفال ثلاثه. مصاري. 2 مدارس. مدارس. وواحد بعدها صغير. لا لا حكوميات، الاهلي نجم هجم بعد. هو انت هسه صاير خاف عايزه هي هو احنا هسه صاير بينا. اي والله العظيم حتى سكر راح يصير بينا. يا شلون هاي مثلا وضعيه؟
والله لحد الان الوضعيه صارت تقريبا 3 سنوات. تعلمت يعني انت لو ما متاقلم؟ لا والله ما متاقلمين. الوضع صعب. اي يعني يوم اكو حركه يوم ماكو. وهذا يبقى الوضع هيك يعني هسه اليوم الشاب العراقي او مو والله الفرد العراقي لا تعين ولا الدوله مطيتك حقوق وبالتالي وراك بيت وعائله وايجار وكذا صعبه. صعبه طبعا. اي صعبه الوضعيه مو نفسها تقريبا صارت 3 سنوات. ليش ما تشتري بيت؟ مين تشتري بيت؟ ما تقدر. ليش ما تقدر؟ صعبه ما تقدر. شلون تشتري؟ يعني انت شغل ما تشتغل ماكو شيء يساعدك اي وسيله حتى تشتري بيت. وبيش البيت؟ هسه هنا عندنا احنا المثل ب3 ملايين. المية ب300 ب400 مليون طبعا. شو وقت تشتري؟ هسه الخمسينات صارت كلها خمسينات، الخمسين اقل شيء فد ب225 مليون. وش وقت تشتري هاي الخمسين؟ ماكو ايش تشتري ولا تشتري؟ الخمسين شو تكفي؟ شو تكفي الخمسين؟ لا صدق والله. والله. هاي حتى خطار ليش؟ هي غرفة وصالة. مو؟ وانت متضايق بها مو خطار نوبة. ماهر. حبيبي. انت المفروض حاكي ماهر. ماهر جاي احكي وياني. والنوبة المشكلة شنو ماهر؟ طالب ماهر. طالب مال كلية. طالب كلية وخاطب واشتغل هنا؟ اي. عامل لو محله؟ لا عامل بس عامل. ما يلحق وين يلحق؟ او ان شاء الله هم محله بس ما يلحق اللي صعبة العيشة. ايش فيك ماهر؟ متوازي؟ هسه قلت سنة الحياة. لا لا سنة الحياة غفلك. لازم يعيش. يعني على اول التالي. اول التالي احنا اول التالي يعني الواحد براسه ويخطب. وهي تفرج بعدين مو؟ واحنا هذا المبدا عندنا عادي نتزوج والله كريم. هي تنحل مو؟ طبعا. وما ارخطية 3 اطفال وما حد يا دوب. لا ما خلف اصلا. بطل بطل انا هسه بطل. لا يا بلا. يا صف حبيبي. مرحلة رابعة. مرحلة رابعة؟ دار اقتصاد؟ يا جامعة. بيان. بالبيان اهليه. اهليه. ليش الجامعات الاهليه بدت مرغوبه بهاي الفتره وصارت احسها موده يعني؟ أيه. ادام والله بفلان جامعه. والله حسب المعدلات يعني اذا ترجع للكليات الحكوميه معدلات ما تقبلك وناس عندها ظروف طلاب عندها ظروف زين فمعدلاتها ضعيفه من الخمسينات والستين حتى بدايه السبعينات زين الكليات الحكوميه ما قاعد توفر لهم فرص. لا بس جاي اشوفها موده يعني تواهى بيها انا يعني بفلان كليه بفلان كليه بينما الحكوميات ما شاء الله المستنصريه تاريخ قديم بغداد يعني عاده ما مرغوبه من الجامعات. والله هو حسب كل واحد ورغبته. ها انت ليش رحت اهليه؟ معدل معدل زين معدله 60 رحت اداره اقتصاد. ايش طلع لك بالحكومه؟ الحكومه طلع لي محل اداره. محل اداره بغداد لو محافظات؟ لا بصره. بصره أي. وما قدرت يعني ما يصير لا نقل ولا اثنان يمنع قريبه. اها شنو والله امنياتك بالمستقبل؟ ما انه انت خاطب هسه مو خاطب؟ خلينا نشوف مشروعك المستقبل شلون خططت حياتك؟ والله حاليا هسه واحد يخلص دراسته زين يحاول انه يوفروا له فرص عمل اذا يعني الدوله توفر له يحاول يوفروا له فرصه عمل يحاول لان احنا هسه عندنا فرص العمل للشباب ترى يعني معدومه معدومه ماكو نهائيا من الخريج والعاطل صحيح الخريجين والعاطلين بصوره عامه احنا يعني معتمدين على قوتنا اليومي زين نتأمل إن شاء الله يصير التغيير يعني سبب البداية تفكر تتخرج بعدين تتزوج. لا قبل الزواج يكون فرص عمل يعني يكون راتب ما أدري فرص شلون طلق الله لا يقولنا لا ما ترهم يوفهم عليك مو صحيح. لا هو لازم شيء أكيد لأن هذا يضمن مستقبله. استخطبت قرة الفاتحة بس حلقة وين الحلقة حياته يا دبيدي عم ضموع لو سمع اليسرى بعده غشيم هاي اليسرى متزوج لا مو صبع اليمنى يا جاني صبع كريم زين مستقبلا الله ان شاء الله يستر عليكم ويهنيك ان شاء الله ونشوف مستقبلك يعني راح تتخرج ايه وتنتظر فرصه تعيينات او فرصه هي بصوره عمل محترمه مثلا مو انتظرها انا اسعى لها تسعى لها شلون تسعى والله اسعى يعني ادق الباب؟ لا مو ادق الباب يعني هو حسب اختصاصي بس انا اقصد اقسم محاسبه ولا محاسبه يعني نشوف الكليات ملايين مثلك لا يعني شوف ال ما جاي احباط لا مو احباط بس هو الواقع غير احنا عايشين الواقع هذا الواقع هيك يقول بس احنا نحاول مو هو الواقع هسه اقول لك الشهاده نقعها واشرب ميه هسه العالم والله ساجي مخلي اطفالك يدرسون دق ما تبطلهم شلون والله زين والله هي يعني شلون اقول لك يعني ما الواحد ينتظر يعني ما الواحد ينتظر ها والله افكر يجيني تعيين او ها بكت احد يخابرني على شغل لا تفرج اي لا تفرج يعني بعدنا شباب ونطلع نشوف وندور شغل نعرف انا حسب اختصاصنا راح اقدم على شركه فكرت اطلع ببيت بوحده اذا مستقبلا يعني مستقبلا إيه لازم لا حاليا بالوقت الحالي حاليا لا لما تقدر لا شو اصلا يعني ضل صعبه هذا يشتري بيت سكر
يعنسوه اموت تنعنس مو ايش اسوي. اتمنى لك هذا سعيد ويا رب التوفيق وتحقيق كل الطموحات وكل الامنيات ان شاء الله تفرج على الشعب العراقي في دول عمرك ان شاء الله نحاول نصير تغيير. ندعين ايش فيك صالح سابع اتمنى لك التوفيق. الله يديك حبيبي من قلبك. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم ومثل ما تشوفون يعني واقع هذا الشاب العراقي اليوم اذا في باله انه يتزوج فاكو اشياء صارت بالمقدمه لازم يسويها اللي هي التعيين وهي باتت من المستحيلات. يعني اليوم خليني احكيها بصريح العباره او مثل ما يقول بالدارج انه الخوز ما يتعين سبع يطلع دم صحيح. مو صحيح يطلع نقش يا دوب يتعين زين بعد ما تعين راتبه خلينا نفرض مليون او 750 الف يا دوب هاي المليون يكفي مصرف له ولعائلته وزوجته واطفاله. شو وقت يقدر يشتري بيت اذا البيوت بهذا الارتفاع الهائل اللي مو منطقي متر ب 400 ب 4 ملايين وثلاث. يعني انت مثل ماهر ومثل ماهر الله يخليهم هم بريعان شبابهم لغايه الان مشغولين بالعيشه يعني لا شايفين شبابهم لا عايشين حياتهم لا مثل بقيه شباب الدول المجاوره. يعني هناك ابسط شيء اول ما يوعى الدنيا انه عنده الوظيفه وعنده الراتب وبالتالي عنده البيت سهل. الا احنا بالعراق كل شيء عندنا صعب ماكو عندنا شيء سهل. هاي عبره الشارع اذا تعبرها حيل صعب. فنتمنى انه وهي امنيه هم ببلاش مو بفلوس صحيح. نتمنى العراق يفرج ونشوف ماهر وماهر ان شاء الله اشوفك بمول مول مول هي بعد نتمنى لك مول نتمنى قصدك تختار بالمول تتمنى هي امنيات يعني فان شاء الله اشوفك بمول كبير لك وانت الله اشوفك ابو جمله. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم خليكم معنا. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام. شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ احنا اللي نعرفه كل شيء صاعد بالسوق من عقاري المخضر الفواكه غيره. غراضكم هم صعدت؟ غراضنا لا ما صعدنا يعني مو ذاك التليفونات الاكسسوارات لا 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 يعني مو ذاك السوق بس ليش؟ العقار لا العقار معلي كله العراق يعني العقار كله صاعد. زين غراضكم مش عجب ما صعدت؟ يعني الصين اوكي العلاقه طيبه؟ الصين الاستيراد انا اقول لك يعني صعد هو على التاجر بس يعني تقريبا ستاندر سوق يعني مو ذاك السعود يعني بيش يعني فرق الدولار والدولارين مو فرق ناكل فرق مو فرق يعتبر لا لا مو فرق على المواطن ما تعتبر فرق المشتري المواطن ما يهتم يعني اللي يشتري مثلا جهاز ب 500 او 700 دولار او 800 دولار اكو عالم تشتري ب 1200 زين 1300 زين ما عندها مشكله بهالموضوع. هسه المنافسه بين بيناتنا صار بيا شركه ويا شركه بالسوق المنافسه الطلب اكثر شيء على الابل على ابل على الايفون اكثر شيء على 13 هاي الهواوي الاوبر غيرها برو ماكس اللي لا الهونر عليها طلب عندك عليها طلب كل زين وعندك الاسعار حلوه كلش حلوه يعني بيش اسعارها تتراوح؟ تتراوح الاسعار من تقريبا من 470 دولار لحد 210 دولار تقريبا 210 دولار اي 220 دولار زين اي نعم. اقساطها ما تبيع؟ اقساط لا مثلا الزبون يبقى عليه شيء بسيط مشي ما عندنا مشكله يعني الدفعات دفعات اكو بيهم لا مشينهم اقساط مشكله مثلا الموظف يعني الموظفين انا مشينهم اكو الموظفين مشينهم زين. هسه حكيت وياك بصفتك ابو محل اي نعم او تاجر نقدر نقول اي نعم صار لي تقريبا بهالمجال تقريبا 16 سنه تقريبا. اردحت وياك اليوم زملائك اشتكوا من موضوع الايجارات غاليه. الايجارات هسه كلش غاليه يعني بيش 15 ورقه المحل 15 ورقه ب 18 ورقه 18 ب 20 ورقه يعني الايجارات كلش غاليه بس احنا هسه حاليا لا يعني احنا قدامها كلش قدامها زين. في حال يعني هذا الموضوع انه ارتفاع الاسعار وقله الشغل اللي موجوده عندكم هو مين يصعد الاول ايجار مثلا صار 1500 او 2000 ابو المحل ما يقدر يشتغل نقدر يعني يشتغل له الملك زين يعني شلون يجي مثلا يجيبها من راس لراس بعدين يعطيها يجمعها ويعطيها له الملك يعني يصير ايجار غالي ما يقدر يشتغل يعني يصير
يعني ربحه كلش قليل. زين الوضع السياسي او الجو السياسي العام والمظاهرات هذا الوضع السياسي ايش طبيعي العالم تخاف تشتري بعد تخاف تشتري خاف تشتري شاحنه مثلا تخاف تشتري تليفون مو بس تليفون يعني لا تخاف من كل شيء تشتريه مثلا يعني توجه بس مثلا على الاكل يعني ليش الاحداث من صارت الاحداث من صار الحظر يعني توجهت بس على المخدر وعلى الاسواق بس ابد بعد ما حط ابونا اصلا الناس تخاف يعني انت ابو مخدر ما بقى يعني ما شاء الله يعني والسعر اللي يريده بس انا اريده يعني كيف الناس سوى ازمه بنفسها يعني سوت ازمه بهذا الموضوع يعني ما لها هي الناس سوت الازمه هي الناس سوت الناس سوت هي الناس يعني خوف وجابوهن وكذا يعني تفاجئت يعني هبهم هبه مو طبيعيه على المخدر على الاسواق وما له داعي هذا الشيء كان ما له داعي نعم كنت اسولف ويا صديقك ماهر يقول احنا هسه وهو حقه يعني الايجارات غاليه والشاب اليوم يعني اذا راد يتزوج وراد يشتري بيت وراد يفتح بيت مسؤوليه كبيره الشاب من يريد يتزوج عنده يعني صعبه كل صعبه خاصه يعني ما عنده وظيفه لا يشتغل مثلا بمحل او هاي يعني حسب صعوبه يعني الزواج راد له مصاريف صح و يعني انا الزوجه لا مطالبها بالبدايه مطالبها والعائله الاطفال لا هاي بالبدايه لا اقول لك ابنا من العائله نعم. بالبدايه من نعم. يخطب مثلا لازم عنده امكانيه مثلا اول شيء لازم عنده مثلا مال خطوب مثلا عنده مال العفو شلون يجهزها صح عنده اقل شيء جواه 5 ملايين فعلا. او 6 ملايين وهسه صايره بالجديد يعني الزواج صاير شلون التجاره مثل التجاره شلون التجاره يعني كل مره بسعرها يعني يطلبون مؤخره 25 غايب 10 25 زين ناس اكو 50 ناس تفاجئت اكو 50 اكو مثلا يعني ذاك يوم 50% 50% والله زواج هذا يعني هذا قبل لا يتزوج صار زوج لا ويشرطوا لي قدام يعني ها اكو عالم مثلا 25 مثلا ب 15 او ب 10 والعشرة لازم يعني يصرفوها اللي قدام ياخذوها ياخذون المره اللي قدام هاي العشرة لازم يعني بس لها اي يعني هاي شنو جديده هاي جديده صايره ما كانت عندنا قبل ايه؟ ولحد الان اكو يعني عوائل ما عندها هذا الطبع قران كتاب الله لا مو قلت لك مو كلها اي يعني مو كلها يعني خليها تغلبت يعني مو كلها الله يسهل ان شاء الله للجميع الله يسلم الجميع ان شاء الله شكرا جزيلا كلهم يتزوجون ان شاء الله كلهم يتزوجون نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم خليكم معنا شلونك حبيبي شو اخبارك حياك زين اهلا بك شلون السوق شو مضوج العالم السوق لا هو من ضوجك قلنا بيها خلي رايح كتله لا هو اصلا السوق يعني هو طبيعي هيك يعني كل قبل الزياره زين هيك لان اجواء زياره اي يعني اعتقد يعني اجواء الزياره راح يصير شوي افضل ليش هاي الناس سوتها ظلمه يعني ايجارات غاليه كدا. يا سيدي اصلا ايجارات غاليه من قبل يعني, يعني متعودين يعني في الفتره الاخيره يعني زادت الايجارات يعني المفروض كثرت ايجارات يعني قام تزيد اكثر واكثر يعني المفروض الموضوع متعلمين عليهم مو المفروض متعلمين عليهم ابو المحل هسه ابو المحلات لا هو متعود المفروض متعود صح بس هسه يعني شنو ايجارات قامت تزيد اكثر وايش قد ما يشتغل ما راح يقدر يوفي للايجار الايجارات اي لان قاعد تصعد الايجارات والسوق قاعد يهبط علاقه عكسيه يعني لاحظت هواي بالسيديه يعني الاكثريه تقريبا يشبه شارع الربيعي وعندكم محلات مال تليفونات الموبايلات هنا اي هسه بالفتره الاخيره تركزت اكثر يعني هنا بشارع التجاري عليها طلب يعني تقدر تقول هيك شيء طبعا بعد منافسه يعني اكو محلات قديمه اصلا هي هسه منو ينافس هنا محلات موبايلات اكو اللي قدام تلقى واللي قدام تلقى وهنا أنا بهذا السعيد ومن ينافس يعني هو المنافس بين اسمه هنا مثلا مرموق هو اقدم محل المدار ادكس يعني 2004 هنا اللي هو محلكم المحل هذا بس بيع ماكو صيانه لا اكو صيانه انا ابو صيانه انت ابو صيانه ما بين عليك والله هو اصلا ما بين زين وضع المنطقه هنا اسعارها انا خليني اشركك بهذا الموضوع يعني على اعتبار اليوم جل اللي قاعدين هنا متدمرين من هذا الموضوع وارتفاع الاسعار والشباب ما تقدر تشتري بيت لا هو والشباب ما يقدر يعني ياسس بيت اول شيء قطاع الاراضي كلها صاعده خاصه بالسيديه هو بالسيديه الفتره يعني. الاخيره طبعا نعم. هسه زادت قبل مو ليش لان وفروا خدمات وفروا تبليط خدمات زينه اي بس الكهرباء يعني مو شيء بس كهرباء اي نعم هي قبل شويه طقت هنا اي سمعتها توقف اعتقد اي لا بعيد عليها لا التواقف وطقت اي يعني سمعتها أي. بس باقي الخدمات زينه باقي الخدمات زينه تقريبا هذا السبب اللي ادى يعني انه تصعد الاسعار بالدار يعني هاي الاسباب كلها خلت السيديه ترتفع اي نعم
صعبة اليوم واحد يشتري بيت؟ نعم كل صعبة خاصة المسيدي صعبة يعني حالها حال النصور صارت تقريبا ومستحيل يعني من سابع المستحيلات انه شاب ممكن يبدأ من الصفر أو يشتري بيت هنا. لا يبدأ من الصفر ما يشتري بيت. مو حتى إذا بدأ من الخمسين. يعني. والله مو الخمسين لازم يبدأ من المية. هذا له معجزة. هو هسه صارت معجزة يلا يشتري بيت هنا. شكرا جزيلا. ألف هالحياة. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام تواصلنا وياكم من شارع التجاري منطقة السيدي خليكم. سعود شلونك؟ حبيبي اهلا شلون اخبارك؟ هلا بيك اسمك غريب خليجي شكو ماكو فرق خليجي العراق كلنا الوطن العربي اكيد شلونك سعود؟ الحمد لله شو اخبارك؟ الله يخليك دخل في هنا؟ ايه ها؟ اي نعم هاي المعجنات صنعيده؟ لا اكو خلفه ثاني مرات مثلا وياه مرات ثاني اوقف مندوب ابيع لا هسه انت مندوب مبيعات؟ اي نعم لو خلفه هنا تقريبا شنو الصانعة سمي ايدك شنو يا سعود؟ يعني مثلا البيتزا هاي البيتزا؟ اي نعم انت مسويها؟ اي نعم قصيتها وجبنتها ووضعيتها؟ اي ايه ايش صار لك بهاي المهنة؟ والله انا اشتغل مرطبات واشتغل حلو حلو يعني قريبات عصائر حلو ممتاز سموثيات ايه ازبريات هاي كلها شو وقت تعلمت هذني؟ تقريبا صار لي سبع سنوات هاي الكريبات و اي او اكثر شيء دخلت انه يعني ما صار لها وقت اي بس يعني تقريبا بال 2017 هيك اجت نزلت الكريب بس مو مثل اساسا هاي اللقم و اي كل شيء موجود محلنا الثاني بعد اللي قدام زين بالعاده هسه السوق هنا بيجوا يبيعون ذن الكيلو وكذا والله كل شيء بسعره يعني مثلا هاي الخفيفي تمر هاي متمر؟ ايه او بدون تمر هاي ايه؟ بخمسة الكيلو هاي بخمسة سابقا كانت باربعة بس ليش صعدت؟ هاي الازمة مال اوكرانيا وروسيا صعدت المواد الطحين؟ الطحين الزيت ايه؟ طحين هسه بيت جاي يجيبون الشيس تقريبا 52 هيك 52 الف ايه او 50 52 اما سابقا كان ارخص 36 مو كان؟ ايه كان او ايه تقريبا زين الناس ليش متذمرة من هذا الارتفاع؟ تدري تعذر لو ما تعذر؟ اكو ناس ما تعذر هسه مثلا يجوني هذا ليش احنا سابقا ناخذه باربعه ليش مثلا بخمسه من تقول لهم مثلا الاسعار وصعدت المواد يقول لا حتى اذا صعدت يعني واحنا لا تنسى هسه محل ايجار حتى ابو الايجار صعد اذا الايجار كان ب 20 ورقه هسه ب 5 ايش صار للمحل تقريبا هنا احنا قديمين بالسيديه بس هذا المحل بالمحل الثاني الفرع الثاني الفرع الثاني اي مرطبات كيك ومعجنات يعني باقي هاي الكيك مال الحفلات زيتها والله كيك هذا من سوى اي قوالب اي القوالب اي تشتغلها ولا تشتغلها اي كلها نشتغلها اي ومحلنا الثاني اللي قدام بعد بالعطافيه محل ثاني زين انت هسه هاي اللي هسه من خلال كلامك ما شاء الله يقولون سبع صنايع الحمد لله الكريبات ودن المعجنات وايضا بنفس الوقت المثلجات والمرطبات اكيد يعني شنو ببالك بالمستقبل انه ممكن تشي تتوجه له او تفتح لك مدخل خاص لك اكيد يعني مفكر شنو ببالك والله يعني مثلا مطعم او مرطبات او مشترك مثلجات ومطعم هيك تنجح هاي الخطوه مال مشترك مثلجات وحلويات تنجح ليش ما عادي تنجح يعني احنا ولا محل بصف محل لا لا عادي يعني حسب المكان مالتك بس تنجح حسب شغلك لا شغلك مضبوط ونظيف يعني نجحت سابقا تشبتها نجحت سابقا نجحت قبل انا كنت غير مكان اشتغل مرطبات وكوفي ومطعم وكلها سوا هناك كلها بمحل واحد ومشروبات ساخنه وين تخليهم لا مو محل كبير يعني تقريبا قد هذا المحل بثلاث اربع مرات اي بتنجح ليش ما تنجح اتمنى لك التوفيق انت طالب قلت لي طالبي كليه اعلام كليه اعلام ممتاز مرحله ثالثه اذاعه وتلفزيون زين راح تشتغل بالاعلام ان شاء الله اكيد هسه انت مو حيرتني معجنات او بالاعلام كل شيء بتاع كله على قولتي بتاع كله اي والله اتمنى لك التوفيق دراستك شرفك الحمد لله زين نجحت معدلي جيد جدا ايش قد معدله جيد جدا يعني حلو. تقديري حلو هسه مرحله رابعه ولا ثالثه هسه نجحت على الثالثه راح على الثالثه ان شاء الله موفق بين عملك ودراستك اكيد ارجع من الكليه للشغل قبل مباشره وهاي السنه شو راح يصير كلها حضوري تبيتكم وين
أنا بيتنا وين ساكن؟ سابقا هنا بالمنصور، حاليا انتقلنا بغير مكان يعني. يعني بعيد على مكان شغلك؟ خارج بغداد. خارج بغداد؟ ايه. وساكن ببغداد؟ اي ساكن ببغداد. شوية صعبة يمكن. أنا أهلي. يعني الله يعينك أقول. بس لا أنا ساكن هنا، أهلي خارج بغداد. يعني مرتبين. لا بس هو فوق هاي الظروف أنه الحمد لله. إيجار هنا مثلا أكيد، أكيد. وشغل هنا ودراسة. أتمنى لك التوفيق. الله يخليك حبيبي. والله من الأبطال يعني للأمانة. وأشكر قناتكم طبعا. بالتوفيق إن شاء الله سعيد. تنقل معاناة المواطنين وتنقل لا. كل شيء. شجاعة المواطنين. شجاعة المواطنين. شغل شجاع. بس شغلة ثانية أكل نسوان. النسوان مدمراتني والله. اه شبين؟ تجي تسأل على أسعار، تسأل وما على أسعار. وما تشتري لو تتعارك وياك وتروح. الربع و500؟ اي والله. احنا ذن النسوان. واحنا دائما والله الأسعار يعني ننزل حتى بالوزن يعني دندار الزبان. والما عنده وفقير دنطي يعني حتى في المحل يعني كلش زين. ليش لعبت هاي النماذج هيك؟ هاي تلقاها يجوز والله تعبانة. كل واحد. لو هي تدور هيك. كل واحد ونفسيته بعد. اه كل واحد ونفسيته. والله اكو بيهم لا. الله ان شاء الله يرزقك بنفسيات زينة. تتزوج وحدة مو هيك. لا لا. دوراتك لان. شكرا جزيلا. لا مشاهدي الكرام متواصلين معكم. خليكم وياك. اهلا وسهلا. اهلا بك في دول قبل شوي نسولف بالسوق وبعدين نسولف بأجواء شهر محرم عادي. جاي اشوفك يعني ما عاجبتك الوضعيه. اي والله حيل ما عاجبتني والله. غلى كلش غلى والفقير ما يقدر يعيش بيها. تعبان يعني اللي عنده مثلا واحد ولا عنده اثنين ولا عنده اربعه هو مدى يقدر على المعيشه ومدى يقدر يعني. شنو الغلى بيها؟ الغلى الايجارات المحلات. انا لا قاعده ملك ليش واحد يكذب زين. بس غاليه يعني انا دا اشوف مقابلي انه هو مثلا ايجار او قاعد ملك هو نفس ال... نعم. يعني المعاناه نفس اللي يعينها نفس الضرر. ليش غاليه؟ ليش السيديه يعني هنا انت تحكي غلاء السيديه؟ ايه يعني غاليه السيديه يعني انا عندي ثلاث بنات انا ما اقدر اشتري من السيديه كلش غاليه. اشتري من الغزالي اشتري من العامريه من نفس البضاعه ونفس الملابس نفس الشيء بالضبط ونفس وبعد ماركه وهذه ممكن الاسعار الايجارات هنا شويه غاليه يعني مو انا اتعجب الايجارات هم غاليه الايجارات هنا غاليه بس ما يخالف هو الايجارات وين ما تروح بالعامريه ايجارات الغزالي هم ايجارات بس اكو فرق المحلات اقصد التجاريه المحلات التجاريه واني مرات من اروح من الغزالي اروح من المحلات التجاريه راسا اسوق من عندها زينه رخصها وهسه يعني العام الدراسي الجديد منين راح تجهزين؟ هسه راح للغزالي يوم الخميس اروح وش عندك جيت انا اسوي؟ هسه دا اسوي عشاء للخطاب وجيت تاخذين المسواق ورحت؟ اي هاي شو اسوي؟ اي لا شو اسوي؟ يعني البارحه جيت افتر على شغلات المدارس شفتها غاليه انا عندي ثلاثه ما قدرت اشتري الله يخليهم الله يسلمك فيك يعني الوضع ما يطاق اي ما يطاق كلش اي والله حيل وحتى يعني المتوسط وحتى المتوسط وحتى القاعد ملك يعني هسه اليوم انا قاعد وصلت يعني طلعت رحت ويا واحد سائق تاكسي عنده ملك وعنده سياره ما يسوق من السيديه دلاني على السوق يقول لي تعال دليك على السوق بعد اقرب وين دليتي له اي والله دليت ماشي وطلع من 9 الصبح وين يطلع السوق يصير يم البنزي خانه قال لك سيارات توصل يعني تقعد بالتسعة يعني انا اخذ الكيلو اي كيلو التمر هنا باربعه اليوم جبته ب 2000 والله ب 2000 انا اشتري ما صار غير اي والله البارحه جبته يخبط وهذا الرطب اي البارحه بس برتقال وخوخ وعنب ابو المخضر اخذ 8.5 زين بينما اليوم رحت الرمان العرموط الآل وكله على 1000 كله على 1000 كله على 1000 دليتي يعني اي دليت مو قلت لك ما تشرخ مش من التسعه زين بعدين رحت الغزالي ولا زين لا بعد ما اروح لا زين خلينا نسولف هاي الاجواء بما انه على قولتهن العزوبيه مبين عليه اي تسلم في دول القلب اجواء محرم شنو سويت؟ قيمه شو اخبارها؟ سويت هريسه ووزعتها يعني هيك شرايك هاي ام الجيمر لو الهريسه؟ اي لا لا عادي العادي اي العادي ام الجيمر غاليه لا مو غاليه بس ما يحبوها تعب اي تعب اي احنا بهاي مدارسين والشكر زين تحب هاي السوالف وتعبيراتكم على اجواء الزياره والله بعد هسه شوي احنا على مود المدارس مدارس هسه يعني من شغله اي عافيه همينا وعندنا شوي هم امور يعني بالبيت وهذه فيعني بعدنا تخطيطاتنا يعني الله شوي الله زين انت هيك وضعك يعني هسه بيت فندق صاير بس قاعده ليش ما تشيلين منها
والله ليش واحد يعني الامور يعني ما تساعد يعني انه اقدر اشيل يعني انه ايجار لان راتبنا شويه قليل زين فما قصدي تغيرون المنطقه لا هيش غاليه و... والله الحجيه ما تقبل احنا بيتنا 375 ملك الله والله يحفظ الحجيه ان شاء الله تقول بيتي ما اقدر ابيعه فتيتو يعني بقى احنا باقين وياها الله يهديها الله يسلمك الله يهديها انا اشكرك الحمد لله فدوى القلب يسلمك عيني شرف لي ان شاء الله الله يسلمك فدوى القلب نعم مشاهدي الكرام وصلنا لكم لختام حلقتنا ختام التقبل وتحيات كادر عمل الى اللقاء.